كنت تحكي يا لمياء وانا فرحانه بالعرس الصراحه. عجبتيني، ياك انا اللي كيقول لي كل شيء الله كيقول لي يخليك ديما كتشبهي. ضاحكة. امين. كل شيء كيقول لي كتشبهي لشيرين وداك الشيء ديال الله. راه غير عكايه اللي دايرين صافي وليسين، ما كاين لا شفران مركبين لا شفران ملصقين، انت كل شيء طبيعي شيء ديال الله. لاتيك المشاهدين ونبدأ. مرحبا مرحبا يا اختي. اختي مقاطعة ولا مقاطعة؟ اختي انا راه ملكة الجمال. عرفتي كون داروا ديك القضية ديال المسابقة ديال ملكة الجمال؟ والله حتى متأكدة تنديها انا الاولى، والله ثقة في راسك. بزاف. ملكة الجمال ديال الصحراء المغربية، علاش ما غنتيقش في راسي؟ اهم حاجه هي تثقي في نفسك. نبداو على بركة الله. إذا أسعد الله أوقاتكم متتبعي قناة شوف تي في، مرحبا بكم في هذا البث المباشر هنا من مدينة الدار البيضاء. واليوم معنا سلوى، سلوى بنت الشعب اللي كتقول أنا هي ملكة جمال ديال الصحراء المغربية وديال يعني المنطقة على الصحراويات ياك أكيد أجمعين. أكيد. شكون كتحدي؟ كنت حتى هادوك اللي طلعوا بثلاثة بيهم ملكات ملكات ملكات، كنت حتاهم. أنا هي ملكة الجمال. شوفوا شي حاجة ديالكم من الاختصاص ديالكم ما تعندوش معايا، أنا قلتها في اللايف عندي في قناة سلوى بنت الشعب وخديتوها مني ودرتوها بوز. ايوا دابا انا كنتحداكم وكنتمنى شي لجنه تكون ونديرو شكون ملكه ديال الجمال. كما كتعرفي اختي لميا انا تبارك الله ما شاء الله عليا يا اختي، خصني نطلق شويه الشبه والحرمل. عرفتي شنو؟ انا راه سبعه الاولاد تبارك الله ما شاء الله. وشوفي زين دوريجين شي. واش فين كدرتي شي مسابقة؟ لا ما عمرنيش ما عمر تفتحت ليا هاد الفرصة. كنتمنى الصراحة كنتمنى، ما كرهتش والله واخا سلوى كتجيك ثقة في نفسك. بزاف. اكيد ثقة في شفتي نفسي، علاش؟ حيت زعما انا ما عنديش فقيرة ما غنثقش في نفسي. لا ملكة الجمال شئت ام ابيتم. صراحة عليك سي سلوى، بغيت نتقربوا منك أكثر، نقربوا المشاهدين منك، عرفي لنا شوية على حياتك. حياتي انا كنت ديجا مزوجه ومطلقه وعندي 5 ديال الوليدات وطلقت وعاود تزوجت. عندك 5 الوليدات؟ تزوجت مرة أخرى؟ تزوجت مرة أخرى ولدت مع راجلي 2 ديال الوليدات، ولدت عبد الله ولدت ريتاج. والدليل على هادشي راه تبارك الله راجلي كدير، يعني كون ما كنت زوينه علاش راجلي غياخدني؟ كما كتعرفي دابا ولاد اليوم راه كيضربوا وكيهربوا، راه ما بقاش الزواج قليل يا اختي، قليل قليل. راكي عارفه الناس دابا راه ولات باغا تشري راجل يا اختي يا اختي يا اختي والله. مهم هذا ماشي عندك قناة؟ عندي قناة سلوى بنت الشعب. شنو كديري في القناة؟ شنو المحتوى ديال القناة ديالك؟ المحتوى ديالي مرة طيب، أي حاجة كنشاركها معاكم، طياب، نقول قصص من الواقع، ولكن ما كنلقاش إقبال. شي حاجة ديال الإقبال ما كنلقاهاش والو. بقى قناتي اللي معمرني تخلصت منها، كنتمنى من المغاربة يدخلوا عندي ويديروا لي ابوني، وفي نفس الوقت يدخلوا يتعرفوا على ملكة الجمال سلوى بنت الشعب. سلوى الا قريتي مثلا في التعاليق اللي كاتبين لك المشاهدين ولقيتي التعاليق يعني منتقدينك الناس بزاف، تيقولوا ما نظنوش انت ملكة الجمال وكاينين بنات اللي ما احسن عنديش منك. مشكل غير عيروني او طلعوني، ما عنديش المشكل عيروني وطلعوني، ما عنديش المشكل. حيت المعيور زوين قد ما عيرك المغربي قد ما تخلصي، ما عيركش ما غتخلصيش. فهمتي؟ كيعطيك المشاهد وكيعطيك ليفي، واخا داك الجيم مقلوب راه كيعطيك ليفي، راه كيعاونك. ما عندكش مشكل؟ لا كان عندي المشكل فاش يلاه بديت،
فاش يلاه بديت ويلاه حليت. كان عندي مشكل لدرجة انني ما رضتش شديت الفراش. كي لا لا يا اختي دابا بقيت يا اختي نتعصب وما بقيتش نتسوق. واخا سلوى قلت لي انا طبيعيه 100%، عكس اكيد بزاف ديال الناس يقولوا انا ملكه الجمال. طبيعيه من ناحيه الشعر ما ملصقش، ها محيه هو بضفران، ها هو ما تفراني محيدام انا ودوريسين ها هما، حيت بزاف ديال الناس اللي كنكون مطوله ايدي كيقولوا تفراني، كيقولوا لك راه مركبه الضفران ومقاد. انا تفراني بلا بيديكور بلا مينيكور، ها هما الشي ديال الله، عادي جدا. هادشي زوين ديال الله، عجبني راسي يا اختي وعينيا ها هما ما ملصقاش الشفران. فمي عينتي كيما كتشوفي دايره غير عكر عادي. صافي الأصل البوماده ديالك منين؟ وجهي منين أصلك؟ الاصل ديالي صحراويه من مولاي علي الشريف، وتحياتي للناس الصحراء. وسلوى كتشوفي في راسك زوينة؟ اكيد اكيد. لأن انت دابا كتشوفي راسك خيبه. لا ايوا كذلك ومثال، انا كيعجبني راسي وانا اصلا كلشي كيقولوا لي بشهاده الجميع، شكون كيقولك انتي زوينة؟ كلشي لي فام ديالي كيقولوا لي زوينه تبارك الله عليك، كتشبهي لشيرين، كتشبهي الشابه ماريا يعني، وكاين شبه الصراحة. شنو الحاجة اللي زوينة فيك وكتعجبك وانت عارفة فيك زوينة؟ قلبي قلبي بيض فيش السم، او فمي اللي جات كتخرج شحال من خطر يخرج والله عليا غير قلب فمي، ابيض. قلبي بيض ولكن فمي شحال من خطر يخرج عليا اللي كنا كنقولها في دابا. وما فيه السم، كنتمنى لكل شيء الخير الصراحة. ما فيه السم يعني يقدر بنادم يعايرني ونقدر نتصالح معاه، صافي ما عنديش مشكل، كننسى كننسى الصراحة. واخا انت كتشوفي راسك انت احسن من هاد ملكات الجمال اللي دازوا على مستوى أكيد العالم ولا او أكيد على مستوى المغرب؟ على مستوى العالم حبيباتي. واه واش حنا كنلعبوا هنايا؟ انت احسن واحدة في العالم، أحسن وحدة في العالم. علاش ما يعجبكش الحال ماشي مشكلة، اختي؟ حرية التعبير. شكرا ليك، مرحبا. بدون سب بدون شتم. شنو هي صفات الجمال بالنسبة لك سلوى؟ صفة الجمال الأبر ما كيكون الزين كيكون القلب أول، والأخلاق والأخلاق وهذا جمال الروح أكيد. المهم أنا كل شيء عاجبني في راسي الأبر الصراحة. لجمال القلب وجمال الروح، جمال مثلا الوجه، لا طيب شنو بالنسبة لك انت سلوى كتعجب الجمال؟ الجمال، جمال الروح والقلب صراحة. يعني جمال الوجه ماشي مشكل، الوجه ماشي مشكل، القلب يعني ندوي معك صريحة، القلب القلب هو كل شيء. القلب ملي كيكون القلب طيب كتكوني ديما محبوبة عند الله عز وجل، وكتكوني محبوبة عند الناس، حيت ما كتكونيش كتأدي كاين الله يسر لك تلقايها زوينة وكتلقاي قلبها كحل وما كتبغيش الخير الناس، وكتبغيش الناس يكونوا أحسن منا، فهمتي يا أختي؟ أكيد. فهمتيني؟ حنا كنتمناو الخير للجميع. واخا نسولك واحد السؤال، واخا سؤال شخصي، شنو هو سر التفاهم والوئام بينك وبين الزوج ديالك؟ وربما قلتيها لي قبل ان الصديقات ديالك يحسدوك. الصراحة هو عجبة في الصراحة، وأنا يعني نغلق وسلمى صريح. مسالمة اللي في قلبي على لساني، ما كان خزنش يعني، ماشي خديته على حساب خداني زعما درت لي شي حاجة، داكشي ديال السحر والشعوذة ما عنديش معاه، هو عارف هادشي يعني، خداني حب 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 يعني، حب يعني كاين بعد حب كاين حب، هو كيبغيني وأنا كنبغيه الصراحة. الله يخليكم بعدياتكم إن شاء الله. آمين يا ربي آمين، يخلي شنو لك تبغي تقولي صحتك. للمشاهدين؟ نقول لهم كان بغيكم وكان موت عليكم عادي. صافي. واش كنت تبغي تقولي لملكة الجمال، ملكة أكادير، ملكة طنجة ملكة اللي قلتي طنجة أنا كنتحداهم؟ انا كنتحداهم، كنقول لهم نديروا واحد جلسة كاملين ثلاثة، واللي عندها شي حاجة تبينها، ماشي تبينها بالعراق، حيت انا ما نقدرش نتشعر باش نقول لكم اللي كاين، انا كنلبس جليبات يعني الفورمه بحال هكا، توقف وتوري الفورمه ديالها بحال هكا، فهمتي انت؟ تبارك الله عليك سلوى. الله يحفظك. دونك انت بغيتي يعني نخليو تعرفيهم؟ الجمهور هو يحكم، الجمهور هو يعزل فينا ملكة لو وجدنا الجمال. سؤال اختي سلوى قبل لا ما شنو رايكم حنا في سلوى؟
نديرو بثلاثة في حلقة، وفي نفس الوقت نخليو الجمهور هو اللي يأذن واللي يحكم. من طبيعة الحال شي اللي كاين زيانة، كنت حداهم قدام العالم. انت احسن منهم. انا احسن منهم جمالا وروحا وقلبا وقالبا. بارك الله عليك اختي سلوى، ونتمنى لكل التوفيق. امين. ودخلوا عندي ما تنساوش، سلوى بنت الشعب راه اختكم وبنتكم وحبيبتكم، دخلوا عندي قناة سلوى بنت الشعب. كنشكر الجمهور اللي حاضر معنا في اللايف، وكنشكرك الاخت لمياء والاخت هاجر، كنشكركم بزاف 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 والله. اذا انت حنا كنتمنوا لك كل التوفيق ان شاء الله الاخت سلوى، والله يخلي لك وليداتك، امين، ويجعل يعني بينك وبين الزوج ديالك الموده والرحمه ان شاء الله. اذا متتبعي قناه شوف تيفي، اليوم كانت معنا سلوى بنت الشعب اللي كتقول انا ملكه جمال العالم. كنا كيسحب لينا في الاول انك ملكه جمال الصحراء المغربيه، ولكن لا، انا ملكه جمال العالم. تبارك الله عليك، شكرا لك. يلا. شكرا لك، تحياتي للجمهور ديالي متتابعينا، نلقاكم مرة أخرى في بث آخر. ما تنساوش أبوني أبوني أبوني. يلا باي باي.